تحية طيبة نقدمها لكم من قناة دبليو تي في لهذه الساعة، ونشرة إخبارية مفصلة نستهلها بأبرز العناوين. ترقب لدعوة رئاسة الجمهورية البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى والأخيرة، ترجح أصدار المرسوم الجمهوري بعد عودة الدوام الرسمي. تلوث المياه بسبب نفوق عدد كبير من الأسماك في البصرة، والمحافظة تؤكد اتخاذ عدد من الإجراءات لاحتواء الأزمة. خلال لقائه وزير الدفاع الإيراني، الأسد يؤكد أن نهج واشنطن وأدواتها يؤكد صوابية السياسات التي ينتهجها محور مكافحة الإرهاب. حجب وثيقة عن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني بسبب إدائه تجاه الظروف الاقتصادية للبلاد. حياكم الله. أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن دعوة مجلس النواب المنتخب للإنعقاد ستتم وفقا للدستور والقوانين النافذة. بيان رئاسي ذكر أن معصوم التقى السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سليمان واستعرض سبل تعزيز العلاقات في التعاون بين البلدين. من جانبه جدد سليمان دعم بلاده لاستقرار العراق والاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين في كافة المجالات في إطار الاتفاق الاستراتيجي. من جهته رجح أمير الكناني المستشار القانوني لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بجلسة البرلمان الجديد بعد عودة الدوام الرسمي. الكناني قال أن كتاب المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات وصل إلى الرئاسة بنهاية الدوام الرسمي بعد يوم من المصادقة، وبعدها كانت عطلة العيد، فيما توقع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد يوم الأول أو الثاني من شهر أيلول المقبل. كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قرب زيارة عدد من الوفود السياسية إلى الإقليم. القيادي في الحزب شوان طه أكد أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة معظم وفود الكتل السياسية من بغداد إلى أربيل وبالعكس، مشيرا إلى أن تسمية الكتلة الأكبر وتكليف الحكومة المقبلة سيكون بداية الشهر المقبل. اتفقت أحزاب المعارضة الكردية على تشكيل تحالف رباعي بعيدا عن الحزبين الحاكمين. بيان الكتل الأربعة ذكرت فيه أنه تم الاتفاق على تكوين ائتلاف للكتل الأربعة في البرلمان، مضيفا أن الائتلاف المزمع تشكيله سيؤكد خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المركزية على الحل الجذري للمشاكل مع الإقليم، مشيرا إلى أنه سيعمل على تأسيس مؤسسات دستورية تضمن الشراكة والتوافق والتوازن لجميع المكونات. وعقدت الأحزاب المعارضة اجتماعا اليوم لحسم موقفها بشأن الذهاب إلى بغداد. يبدو أن إعلان تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى سيبقى رهن التفاهمات التي من المرتقب أن تتوصل إليها القوى السياسية خلال مشاوراتها الحالية. الدخول بتحالفات جديدة وفق المدد الدستورية المحددة. زيد علي. سياقات القانونية والدستورية بأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة يتطلب اتحاد أغلب الكتل الفائزة في الانتخابات الماضية للفوز بتشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان، حيث سيتم تكليف رئيس هذه الكتلة من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة المقبلة. لكن هذا الأمر يتطلب أولا تحديد موعدا لأولى جلسات مجلس النواب الجديد لمعرفة من هي الكتلة الأكبر عددا، ويبدو أن هذا الأمر سيتحقق قريبا، حيث كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية بأن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد سوف تعقد في الأول أو الثاني من شهر سبتمبر أيلول المقبل، وذلك مع بداية عودة الدوام الرسمي. ويأتي هذا بعدما تلقت رئاسة الجمهورية الضوء الأخضر من قبل المحكمة الاتحادية التي صادقت في 19 أغسطس آب الحالي على نتائج الانتخابات ونقلتها إلى الرئاسة
للسير بها حسب الخطوات الدستورية الموضوعة سابقا. هذا ويحذر بعض المراقبين من عودة التكتلات القومية والحزبية التي أرهقت جسد الدولة العراقية خلال 15 عام الماضية، معربين عن أملهم في تشكيل حكومة وطنية تضم جميع المكونات السياسية بمبدأ التعاون الوطني وليس بمبدأ التوافق من أجل تحقيق المصالح الفئوية والحزبية. من بغداد زيد علي، دبليو تي في. اتهمت حركة التغيير الحوارات أو تغيير حزبي برزاني وطالباني بالإعداد لتزوير انتخابات برلمان إقليمي كردستان المقرر إجراؤها الشهر المقبل. عضو الحركة محمود رضا أكد أن هناك إجراءات فعلية قام بها الحزبين الحاكمين بالإقليم لتزوير الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن من بين تلك العقوبات الإجراءات لنقل بعض الموظفين الغير الموالين لهما وفرض عقوبات على البعض منهم وتزوير سجل الناخبين. كثيرة هي الوعود التي أطلقتها سلطات الإقليم بشأن إجراء الإصلاحات، إلى أن هذه الوعود لم تترجم بصورة فعلية على أرض الواقع، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن الكردي، ما ينذر بتجدد تظاهرات في كردستان حسب ما يراه مراقبون. كرار زيادي. استنادا على استمرار تردي الأوضاع المعيشية وعدم إجراء إصلاحات فعلية في محافظات إقليم كردستان، باتت المطالب الشعبية في محافظات الإقليم الثلاثة تتجدد إلى جهات التنفيذية والتشريعية في الإقليم علها تتحرك فعليا بتحسين أوضاع المواطنين، فما إن أخذت على عاتقها سلطات الإقليم الالتزام بالوعود ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي علها تؤدي بدورها إلى إحداث تغيير وانتقالة في مختلف الجوانب سواء كانت المعيشية أو الخدمية بعدما احتج المواطنون، إلا أن لغاية الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو تشريع قوانين إصلاحية، خصوصا وأنها لم يتبقى إلا فترة وجيزة على انتهاء العمر الدستوري للحكومة والبرلمان في الإقليم، فيما كشفت بعض المصادر النيابية داخل الإقليم على أنها تعمل خلال هذه الفترة على إنجاز بعض القوانين التي تؤدي إلى إجراء إصلاحات، خصوصا منها قوانين الادخار والمخصصات ورواتب المتقاعدين، وما تبقى من الإجراءات فهي على عاتق حكومة الإقليم، خصوصا قضية دمج قوات البيشمركة وتشكيل قوات موحدة. ويتأمل مواطنو الإقليم بأن تحدث انتقال وتغيير في الخطط والسياسات على صعيد الجانب الاقتصادي وحتى السياسي منها، إضافة لتعزيز العلاقات مع بغداد التي بدورها ستؤثر إيجابا على واقع الإقليم بصورة عامة. يشار إلى أن إقليم كردستان قد شهد خلال الفترة الماضية احتجاجات شعبية مطالبة بتحسين واقع الحياة في الإقليم. كرار زيادي، دبليو تي في.
أهلا بكم من جديد، حيث أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني تشكيل لجان مشتركة من وزارة الصحة والبيئة والبلديات بالتعاون مع المحافظة لمتابعة كل محطات المياه والعمل على دعم مواجهة المحافظة لأي حالة تلوث في المستقبل. أحب أن هو أنه بعض المواضيع اللي ممكن أنه ذكرتها معالي الوزيرة اللي هي مواضيع أنه حالات إسهال، فعلا حالات إسهال موجودة وعولجت في وقتها، وإن شاء الله الآن شكلت لجان متابعة من الدوائر المعنية، يعني من وزارة الصحة والبيئة والبلديات، لجان مشتركة بالتعاون مع المحافظة لمتابعة كل محطات الماء. وممكن أنه نعمل كفريق عمل من هذه اللحظة حتى أنه نقطع الطريق أمام أي حالة تلوث في المستقبل، لأنه مقبلين على انخفاض لدرجات الحرارة، فنخاف من القادم قد يكون أسوأ وممكن أنه يتفشى عندنا وباء، لكن نعمل من هذه اللحظة. نحب نطمئن أنه كميات الكلور والشب الآن موجودة في محطات التصفية كافية لهذا الغرض. إلى ذلك، أعلنت حكومة البصرة المحلية تشكيل لجنة لرفع التجاوزات على حصة المحافظة المائية. نائب محافظ البصرة محمد التميمي أكد أن الأسبوع المقبل سيشهد حملة لرفع التجاوزات على نهر البدع الذي يوصل المياه العذبة للبصرة، مشيرا إلى أن هناك دراسة من قبل إحدى الشركات لمد أنبوب للمياه الثقيلة لتقليل نسبة التلوث في الأنهر. لم يقتصر تلوث المياه في البصرة وقلة الإطلاقات المائية على تهديد حياة المواطنين فقط، إذ تسبب بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك جراء ارتفاع نسبة مياه أو ملوحة المياه القادمة من الخليج. فؤاد الحلفي. نفوق كبير للأسماك في البصرة بعد إصابة مياهها بتسمم كبير جراء ملوحة المياه القادمة من الخليج، يضاف إليها تقليل الإطلاقات المائية لمدينة البصرة، إضافة إلى وصول أعداد كبيرة من المواطنين للمستشفيات بسبب تلوث المياه. تلوث المياه وصل إلى درجة تهدد حياة الحيوان، ثم وصلت إلى تهدد حياة المواطن، يعني تسمم أكثر من 5000 مواطن كأقل تقدير في محافظة البصرة. وفي أول أيام عيد الأضحى بدأ الاكتظاظ المتنزهات، اليوم اكتظت طوارئ المستشفيات بالمرضى، يقابله صمت حكومي يعني أبسط ما نقول عنه هو فشل. هذا الصمت هو تعبير عن الفشل الحكومي. منذ عام 2003 إلى عام 2018 المواطن البصري لا يستخدم مياه الإسالة سواء للغسل، يعني التسمم وصل إلى درجة المياه التي يشتريها المواطن هي ملوثة، ماء الآرو الذي يصل عن طريق الحوضيات هو اللي توصل. وصلت النتيجة إلى، لاحظت يعني الثروة السمكية الآن مهددة، الكثير من الأسماك، نفوق أسماك كثيرة وصلت إلى الجرف، حتى هذه المياه الأنهر الفرعية كنهر العشار، الأسماك اليوم على طرفها ممكن تصويرها، هي خرجت إلى الجرف، يعني الأسماك الحيوان لا يطيق هذا الماء، فكيف بالمواطن العادي؟ فيما حمل المواطنون في البصرة الحكومة المركزية والمحلية لما يحدث في المدينة وإعلان البصرة مدينة منكوبة بعد أن نفقت الأسماك في الأنهر الآسنة ما أن دخلتها المياه من جانب شط العرب. أنا واحد من المواطنين أعلنت بيتي للبيع البارحة على الفيسبوك علني، ولحد الآن أعلن بيتي للبيع لأن ما أريد أبقى بهاي المدينة اللي صار لي سنين أنادي بالماء، يعني من 2009 أو 2010 لحد اليوم أنا أوقف هنا بباب المحافظة أريد ماي، أريد ماي صالح للبشر مثل باقي دول العالم. حكومة أبسط مشاريع الحياة هي تسويها مشروع ماي حلو، فلوس اجت لمحافظة البصرة أردفها من راحت، استلموها ما استلموها، خلي يطلع عندنا الأخ المحافظ اللي لازم نسميه شيخ من تروح تسأل، يا شيخ يا عيني يا محافظ يا رئيس مجلس يا وليد قطان يا دنيا، وين الفلوس لجت؟ اجتكم لو ما اجتكم؟ احنا شعب نريد نفهم. وبحسب مواطنين في المدينة ونظرا لخطورة الوضع وما يهدد حياة المواطن البصري الذي بدأت مشاكله تتزايد عليه يوما بعد آخر، وآخرها التلوث البيئي الذي هتك بالحيوان والإنسان، لابد من إعلان البصرة مدينة منكوبة.
قلناها مرارا وتكرارا أن البصرة منكوبة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، لا هواء ولا ماء ولا خضراء. يعني هسه هاي أطنان الآلاف السمك باوع بعينك زين، لو ليش هيك محرم جاي يموت هذا؟ عرفت شلون؟ هذا وين تحصله؟ حملنا الحكومة المحلية، عرفت شلون؟ هي سبب هذا الوضع الحكومة المحلية. وتشهد مدينة البصرة استمرار الاحتجاجات الشعبية تنديدا بالوضع المزري لمحافظة البصرة ولما تمر به من وضع مأساوي يهدد بكارثة بيئية وإنسانية إذا استمر الوضع كما هو عليه. لدبليو تي في الفضائية من البصرة، فؤاد الحلفي. تخوف كبير في الديوانية من انتقال أزمة تلوث المياه إلى المحافظة بسبب ضعف الإجراءات الحكومية المتخذة، وسط تأكيدات على ضرورة تكثيف جهود لمنع حصول حالة تسمم مشابهة للحالات التي تم تشخيصها في البصرة. لؤي حسن. أزمة الملوحة في المياه مستمرة في العراق، راح ضحيتها الألاف من المواطنين في محافظة البصرة، وسط عجز حكومي تام وعدم الإتيان بحلول جديدة، الأمر الذي سبب كارثة بشرية. وعلى خلفية تلك الأحداث، حذر مجلس الديوانية من انتقال حالة التسمم بسبب تلوث المياه إلى المحافظة، مطالبين الحكومة المركزية بحلول عاجلة لتجنبها. وبحسب مصادر أكدت أن ما يحصل في البصرة من حالات تسمم قد ينتقل لمحافظة الديوانية، ولكن بسبب مختلف، ليس بملوحة المياه إنما بسبب النقص في مادة الكلور، حيث أن هذه المشكلة لازالت قائمة، إذ أن كمية الكلور المتوفرة لهذا الغرض لا تناسب مشاريع المياه في المحافظة. وشهدت مدن جنوب العراق في الفترة الماضية تظاهرات عديدة احتجاجا على استمرار أزمة المياه، خصوصا في محافظة الديوانية والبصرة، ورغم الوعود المتتالية التي أطلقتها الحكومة في بغداد عقب اشتداد الاحتجاجات في مناطق جنوب العراق على أنها لم يتحقق منها شيئا على أرض الواقع. لؤي حسن، دبليو تي في. وبالعودة إلى الشأن السياسي والحوارات لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ سعد الركابي. بداية، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سعد في نشرة أخبار دبليو تي في لهذه الساعة. أستاذ سعد، هل تسمعني؟ أستاذ سعد، أهلا بك مرة أخرى. في ظل الحوارات الجارية بين القوى السياسية، هل تتوقعون أن تشهد الساعات المقبلة إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر؟ أستاذ سعد، هل تسمعني؟ نعم معكم، أسمعكم. نعم، تفضل. السؤال. نعم، في ظل الحوارات يعني الجارية بين القوى السياسية، ونحن نلاحظ يعني في هذه الأيام هناك الكثير من الحوارات حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، يعني هل تتوقعون أن تشهد الأيام المقبلة يعني تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر؟ يعني بداية تحية لك ولمقدمي ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله. على ما يبدو أن الحوارات وإن كانت قد قطعت شوطا لا بأس به في محاولة تشكيل الكتلة الأكبر، لا يبدو في الأفق بصيص من الأمل بأن الخطين المتوازيين الذين يتحرك بهما القادة السياسيون لتشكيل كتلة أكبر، لا يبدو أنها يعني غير واضحة حتى اللحظة. لا زال هناك خطان متوازيان يتحركان بانسجام وممثلان، طبعا معروف أنه كتلة الفتح و دولة القانون من جهة، والجهة الأخرى سائرون والحكمة والوطنية. القوى الكردية لا زالت تنتظر ما يقول إليه النتيجة، وكذلك القوى السنية. هناك مشاكل أعتقد فيما يتعلق بمن يترأس مجلس النواب. بالتالي كل الخطوات تبدو أنها متشابكة أشبه ما تكون بكلمات متقاطعة، يعني كل طرف يحاول أن يوحي للآخرين بأنه بدأت هناك انشقاقات في الطرف الآخر أو في الكتلة الأخرى. وبالتالي أتصور أنه ربما الأيام المقبلة لا تشهد ولادة هذه الكتلة، بل قد تشهد ربما يعني شون كما حدث فندق بابل حين أعلن عن نواة لكتلة كبرى، ولكن لحد الآن لا زالت الأمور تراوح في أماكنها. هناك استعانة ربما بالخارج، هناك استعانة بقوى الداخل، هناك محاولة لشق الطرف الآخر.
إلى آخره، إلا إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطرف السني أو الطرف الكردي قد تغير المعادلة وقد تحسم الأمر. طيب أستاذ يعني سعد، إذا في حال لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية يعني على الدخول بتحالفات رسمية، ما هو السيناريو المتوقع لإعلان تشكيل الحكومة؟ يعني بالتأكيد بداية يجب أن يجلس مجلس النواب في أماكنهم وتعلن النتائج النهائية، يجلس مجلس النواب ثم يصار إلى اختيار الأكبر سنا لترأس مجلس النواب ريثما تتم الترتيبات. قد يدرك الوقت الكتل السياسية فتتعجل في بعض إجراءاتها، ولكن من هو الذي سيبدو أكثر وطنية؟ من هو الذي سيبدو أكثر حرصا على مصير العملية السياسية ويبادر إلى لملمة الأمور؟ قد نشهد ليس الآن، ليس في هذه الأيام، ربما في أوقات متأخرة قد نشهد حراكات حسيسة لغرض تدارك الأمر، لأن الأمر إذا خرج عن المسافة الزمنية وفق التوقيتات الدستورية فنشهد أزمة حكومية. سيكون لدينا مجلس نواب ولكن مجلس نواب بدون حكومة، وهذا بحد ذاته يعتبر أزمة. وقد يعني هناك سيناريوهات تلوح بالأفق من ضمنها حكومة الإنقاذ الوطني أو التدخل الأممي، لكن أتصور أن صناع القرار في النتيجة يعني بعد هذا الحراك وبعد البحث عن أي الكتلتين ستكون هي الكبرى وهي التي تشكل الحكومة، ربما سيصار إلى تفاهمات معينة فيه، ولكن أتصور أن الوقت سيكون جدا متأخرا على هذه التفاهمات. نعم، المحلل السياسي الأستاذ سعد الركابي كنت معنا في نشرة أخبار دبليو تي في لهذه الساعة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. إلى الشأن الأمني، حيث أكدت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار استمرار العمليات النوعية لملاحقة الخلايا الإرهابية لتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم. قائد العمليات قاسم مصلح قال أنه تم عقد اجتماع موسع مع قائم مقام قضاء القائم للوقوف على أبرز التحديات الأمنية في تلك المناطق كونها محاذية للحدود السورية العراقية، مشيرا إلى أن الصحراء تعد من المناطق التي يسهل فيها نشاط الخلايا الإرهابية بسبب قربها من الأراضي السورية. دمر سلاح وجو مضافتين لعصابة داعش الإرهابية في صلاح الدين. مركز الإعلام الأمني أكد أن طيران الجيش خلال طلعاته الجوية الاستطلاعية شمال غرب جزيرة الصينية استهدف مضافتين للإرهابيين مختبئين داخل إحدى التلال، احتوتا على معدات لوجستية وعجلة مفخخة أسفرت عن تدميرهما بالكامل وقتل جميع الإرهابيين. اعتقلت القوات الأمنية ما يسمى بمسؤول المضافات العسكرية في عصابة داعش بقضاء الحويجة. مركز الإعلام الأمني أكد أن قوة من استخبارات الشرطة الاتحادية ألقت القبض على ما يسمى مسؤول المضافات العسكرية في قطاع الحويجة، كان يخطط لاستهداف القوات الأمنية وأبراج الطاقة الكهربائية بالعبوة الناصفة، مشيرا إلى أن الإرهابي اعترف بوجود مضافة للإرهابيين في قرية كنعان تحتوي على عدد كبير من العبوة الناصفة. كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار عن تمركز قوة أمريكية في منطقة قريبة من قضاء القائم غرب المحافظة. المصدر أوضح أن قوة أمريكية مجهزة بأسلحة مختلفة ومسنودة بطيران حربي تحركت من قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي واستقرت بالقرب من صحراء قضاء القائم الحدودية مع سوريا غرب الأنبار من دون معرفة الأسباب، مشيرا إلى أن القوة قامت باستطلاعات عسكرية للمناطق القريبة من منطقة تمركزها. أعلنت وزارة الخارجية أن القنصلية العراقية في جدة تنسق لاستلام التقرير النهائي بشأن وفاة الحاج العراقي في الحرم المكي. المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد محجوب وفي بيان له أوضح أن القنصلية العامة العراقية في جدة
تتابع وبالتعاون مع بعثة الحج العراقية مع السلطات السعودية حادث وفاة الحاج العراقي في الحرم المكي، وتنسيقا لاستلام التقرير النهائي موثقا بصور كاميرات الحرم المكي بخصوص الحادث لمعرفة ماهيته وتفاصيله، داعيا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات والافتراضات المسبقة للحادث وتوخي الدقة في نقل المعلومات. تعرضت العاصمة بغداد وعددا من المحافظات إلى هزات ارتدادية خفيفة لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية، وضربت الهزات الأرضية محافظات بغداد ووسط وديالة وصلاح الدين وكركوك وأربيل والسليمانية ودهوك جراء زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر، ضرب عددا من المدن في غرب إيران بحسب هيئة المسح الجيولوجي العالمية. إلى شأن دولي، أهلا بكم. حيث شدد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة مواجهة النهج الأمريكي التخريبي الأسد خلال استقباله وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في العاصمة دمشق، أوضح أن نهج أمريكا وأدواتها في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الملف النووي الإيراني وفرض العقوبات على روسيا ومحاولات إطالة أمد الحرب في سوريا يؤكد صوابية السياسات التي ينتهجها محور مكافحة الإرهاب وأهمية تعزيز مكامن قوته في مواجهة النهج الأمريكي التخريبي والمزعزع للاستقرار العالمي. من جهته جدد وزير الدفاع الإيراني موقف بلاده الدعم للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها بعيدا عن أي تدخل خارجي. أرسل الجيش السوري تعزيزة جديدة إلى خطوط التماس مع المجموعات الإرهابية بمحافظة إدلب تمهيدا لبدء عملية تحريرها، ونشر الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر القوات النخبة في الجيش السوري مزودة بالدبابات والمدافع وهي متوجهة إلى إدلب. هذا وكانت مصادر عسكرية أن الجيش السوري يستقدم تعزيزات إلى 3 جبهات وهي حماة واللاذقية وريف إدلب الجنوبي. قتل الجيش السوري 10 إرهابيين بإحباط تعرضهم في تلول صفا بالبادية الشرقية للسويداء، وأكدت قيادة الجيش أن الإرهابيين حاولوا كسر الحصار المفروض عليهم في تلول صفا لكن الجيش اشتبك معهم وقتل العشرات منهم. وأشارت القيادة إلى أن داعش الإرهابي بدأ يشن هجمات انتحارية خلال الأيام الأخيرة مع الحصار المطبق الذي يفرضه عليه الجيش السوري. حذرت موسكو من محاولات أمريكا وبريطانيا وفرنسا شن ضربة على سوريا بهدف تقديم خدمة للمجاميع الإرهابية المحاصرة في إدلب. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الدول الثلاثة تخطط لقصف مواقع الجيش السوري تزامنا مع هجوم ينوي الإرهابيون شنه من محافظة إدلب باتجاه حماة وحلب. وأوضحت الوزارة أن منظمة الخوذ البيض تستعد لفبركة تهم ضد الجيش السوري حول القيام بهجمات كيماوية لتكون ذريعة لشن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربة صاروخية
جوية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن كل المعطيات تشير الآن إلى تحضيرات جديدة لمسرحية كيميائية في إدلب. السيد نصر الله خلال كلمة له في مناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير الثاني أضاف أن الغرب يحضر أو يحضر لمسرحية كيميائية لشن عدوان على سوريا ويسكت عن جرائم التي ترتكب بحق أطفال اليمن، مشيرا إلى أن من هزم داعش في سوريا هو من قاتله وليس الأمريكيين. حجب مجلس الشورى الإيراني ثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان بسبب أدائه تجاه الظروف الاقتصادية للبلاد، وصوت 137 نائبا لصالح القرار من حجب الثقة، فيما عرضه 121 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت. وكان مجلس الشورى الإيراني قد أقال قبل أيام العمل ضمن الإجراءات الحكومية لمعالجة أي أزمة اقتصادية قد تخلفها العقوبات الأمريكية. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أمريكا تسعى لشن الحرب النفسية على إيران وشركائها الدوليين. ظريف في تصريحات صحفية قال أن أقرب حلفاء أمريكا وحتى دول الناتو وقفوا أمامها في القضية النووية ما عدا الكيان الصهيوني ودولتين أو ثلاث، مضيفا أن الأمريكيين يدعون بأن الاتفاق النووي أسوأ صفقة في التاريخ لأنهم ليسوا معتدين على الانضمام إلى الاتفاق الذي لا يخدم كل مصالحهم. المسؤولية عن تبعات كل ما قد يحدث هناك. لأن شعبنا اليمني العظيم من المؤامرة الكبيرة المغاربية إلى تجزئة هذا البلد. من جديد أهلا بكم، حيث استهدف سلاح الجو اليمني المسير اجتماعا لقيادات تحالف العدوان السعودي بمحافظة البيضاء وسط البلاد. مصدر عسكري يمني أكد أن القصف الجوي تم بناء على معلومات استخبارية دقيقة وحقق إصابات مباشرة أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر تحالف العدوان ومرتزقته بينهم قيادات كبيرة. دقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية تجمعات لتحالف العدوان السعودي في نجران موقعة عشرات القتلى والجرحى بصفوفهم. وأكدت مصادر عسكرية أن المدفعية اليمنية استهدفت بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للتحالف في منطقة الخشبة قبالة نجران ما أدى لقتل وجرح عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة. وكانت القوة الصاروخية قد استهدفت أمس معسكرا للجيش السعودي بمنطقة بير عسكر في نجران بصاروخ فلسطيني من طراز بدر واحد. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني عدة بلدات في الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات فيها. وقالت مصادر أمنية أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة عزون واعتقل 3 فلسطينيين واقتادتهم لمكان مجهول. وأضافت المصادر أن الاحتلال داهم بلدتي عناتا والعيساوية واعتقل 4 شبانا فلسطينيين بعد أن وجه لهم تهمة المشاركة بعملية طعن. أعلن إعلان الإدارة الأمريكية تراجعها عن دعم وكالة جوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أثر موجة من التحفظات الفلسطينية والدولية التي اعتبرت هذه الخطوة بالمعادية لعملية التسوية. صقر مدر. في ظل الأزمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وتزايد وتيرة العنف في غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني التي استخدمت وسائل مختلفة لقمع الشعب الفلسطيني، وعلى إثر ذلك أعلنت الولايات المتحدة بأنها ستعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة للمساعدات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة
إلى برامج في مناطق أخرى. وعلى خلفية هذا القرار، اعتبر السفير الفلسطيني في واشنطن هذه الخطوة بمثابة الابتزاز السياسي وخطوة معادية للإسلام تؤكد تخلي إدارة دونالد ترامب عن حل الدولتين، حيث باتت تمر العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بمرحلة من الجمود منذ إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر العام الماضي. وبحسب قول مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا التغيير جاء بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة أساسا لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما ستذهب تلك الأموال الآن إلى مشاريع ذات أولوية كبرى في أماكن أخرى. فيما اعتبر الفلسطينيون بأن إلغاء المساعدة الأمريكية لقطاع غزة والضفة الغربية هي خطوة معادية للإسلام. صقر منذر، دبليو تي في. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل زعيم داعش الإرهابي في أفغانستان أبو سعد إرحبي في عملية برية وجوية على معقل الإرهابيين في إقليم نينغرهار. الإدارة الوطنية للأمن في كابول أكدت أن العملية أسفرت أيضا عن قتل 10 آخرين من قيادات داعش، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة 2 من مخابئ الإرهابيين. انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوان تشونغ يينغ تصريحات أمريكية تتعلق بعدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة وزير خارجيته إلى بيونغ يانغ. نعرب عن قلقنا الشديد أزاء التصريحات الأمريكية التي تلقي باللوم على بلادنا في مسألة عدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية. تقدمنا بشكاوى رسمية لمسؤولين أمريكيين، وسنواصل لعب دور بناء في العمل تجاه نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. توفي السيناتور الأمريكي جون ماكين عن عمر نهز 81 عاما بعد معاناة طويلة مع سرطان الدماغ، ويعد ماكين من أبرز قادة الحرب الجمهوري خلال السنوات الأخيرة، حيث ترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2008 قبل أن يخسرها أمام مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. كما يعد ماكين من أبرز منتقدي سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب من داخل الحزب الجمهوري، حيث أعلن عن معارضته لعدد من سياساته الداخلية والخارجية. ختام الأخبار السياسية، هذه انتقالة إلى الأخبار الاقتصادية، لكن بعد الفصل. الأخبار الاقتصادية من قناة دبليو تي في، أهلا بكم. قالت وزارة التخطيط العراقية أن معدل البطالة بين الشباب في البلاد يبلغ 22.6%، غالبيتهم من الإناث. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان إن معدل البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 إلى 30 سنة يبلغ 22.6% و56.3%. أعلنت شركة كابارول الألمانية للأصباغ إنها وقعت عقد شراكة استراتيجية مع عدد من المقاولين في العراق لزيادة انتشارها في سوق البلاد. وذكر موقع الشركة في بيان صحفي أن الشركة استضافت عددا من المقاولين العراقيين من مختلف أنحاء البلاد لتزويدهم بالخبرة المباشرة لدهانات وتقنيات كابارول. وأضاف البيان إن هذا يعتبر جزءا من اهتمام الشركة الألمانية وزيادة انتشارها عبر الشرق الأوسط. أعلن مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية هادي حق شناس
إن قطر تقدمت بطلب تنشيط خطوط الملاحة البحرية مع إيران. وقال حق شناس في تصريح صحفي أدلى به إن المبادرة القطرية تنص على تفعيل الملاحة بين ميناء بوشهر جنوب إيران وميناء حمد القطري. سجلت قناة السويس رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة بعبور 49 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات تقدر 4.2 مليون طن. وكان العبور الأبرز للسفينة الضخمة فانغ أوريون باعتبارها أحدث سفينة ركاب في العالم. وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب ميمش إن عدد السفن العابرة من الشمال بلغ 33 سفينة بحمولة تقدر 2.9 مليون طن. سجلت أسعار النحاس أول مكاسب في 4 أسابيع بدعم من تراجع الدولار ورغم القلق بشأن الطلب الصيني. فهنالك توقعات أن يستمر النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 2% وتراجع مؤشر الدولار إلى 6%. أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تسجيل معدل التضخم 9.7% في الشهور 12 المنتهية المختتم في 22 من آب عام 2018 بارتفاع يقدر 1% على أساس شهري. وأوضحت البيانات أن مؤشر قيمة السلع والخدمات الاستهلاكية في إيران سجلت 127.7 نقطة في شهر بارتفاع 5.2% عن الشهر السابق. وفي خبرنا الأخير، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التزام وإصرار جميع الأتراك هو الضمان اللازم لمواجهة الهجمات على اقتصاد تركيا، في إشارة إلى تدهور سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي. وبرر أردوغان إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا بعد انهيار سعر الصرف الليرة بهجمات اقتصادية تتعرض لها تركيا. الأخبار الاقتصادية انتهت، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو الأخبار. مشاهدينا، إلى عناوين الختام. ترقب لدعوة رئاسة الجمهورية البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى والأخيرة ترجح إصدار المرسوم الجمهوري بعد عودة الدوام الرسمي. تلوث المياه بسبب نفوق عدد كبير من الأسماك في البصرة، والمحافظة تؤكد اتخاذ عدد من الإجراءات لاحتواء الأزمة. خلال لقائه وزير الدفاع الإيراني، الأسد يؤكد أن نهج واشنطن وأدواتها يؤكد صوابية السياسات التي ينتهجها محور مكافحة الإرهاب. حجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني بسبب أدائه تجاه الظروف الاقتصادية للبلاد. نشرة إخبارية مفصلة قدمناها لكم من قناة الـ WTV. في ختامها نشكركم لكرم المتابعة. في أمان الله وحفظه.